الراديو 90-90 هواها مصري. عن اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي والقرارات الجديدة واجتماع الجمعية العمومية غير العادية في يوم 28 من سبتمبر المقبل، معانا على التليفون الصديق العزيز الأستاذ شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة النادي الأهلي. يا أستاذ شريف صباح الفل، وأخبارك يا فندم؟ صباح الخيرات عليك يا إبراهيم وعلى يعني مستمعيك الكرام وعلى راديو 90-90 المحبب إلى قلوبنا. أنا بخير الحمد لله، وربنا يحفظ بلادنا والنادي الأهلي وكل مشجعيه، يعني تحياتي لي يا رب. اللهم أمين. خليني أسألك بقى، الجمعية العمومية غير العادية اللي هي مفروض ليه يوم 28 سبتمبر دي هتبقى على إيه تحديدا؟ يعني إبراهيم حضرتك عارف أنه قانون الرياضة الجديد الحقيقة كان نص على أنه كل نادي من خلال جمعيته العمومية يشكل أو يعد اللائحة الخاصة به فيما يتعلق بتسيير وإدارة أموره، إنشاء شركات رياضية سواء للتسويق، لكرة القدم، للإعلام وغير ذلك. حتى فكرة الانتخابات إزاي تتم وعدد أعضاء مجلس الإدارة، وإنه النادي اللي مش هيستطيع إنه يحصل على النسبة المقررة من أعضاء جمعيته العمومية في التصويت، فسيعمل باللائحة الاستشارية ويتتم الانتخابات بناء عليها، ثم يكون للمجلس الجديد حق إعداد هذه اللائحة. هذا اللي حصل في النادي الأهلي، لم نتمكن من إعداد اللائحة الخاصة بنا. أجريت الانتخابات الأخيرة في 30 نوفمبر في 30 نوفمبر على أساس اللائحة الاسترشادية في مجلس إدارة جديد. من اللحظة الأولى الحقيقة كان بيعمل على إعداد لائحة تليق بالنادي الأهلي مستفيدا من التجربة الموجودة ومحاولة المجلس السابق، بالإضافة إلى الخبرات القانونية والاقتصادية الكبيرة الموجودة في النادي الأهلي. انتهت اللائحة أو مشروعها عشان أكون دقيق، هي مجرد مسودة أعدها المستشار محمود فهمي رئيس اللجنة هذه القامة القانونية والأهلوية الكبيرة مع لجنة من السادة أعضاء مجلس الإدارة، منهم الأستاذ العنبي فاروق، الأستاذ إبراهيم الكفراوي، الأستاذ محمد الجارحي، الأستاذ طارق أنديل، مجموعة كبيرة الحقيقة، والتقوا بالكابتن محمود الخطيب أكثر من مرة حتى وصلنا إلى هذه الصيغة النهائية. ليه تحديدا 28 سبتمبر الدعوة الجمعية العمومية غير عادية؟ القانون بينص على كده، والحقيقة إنه المجلس بيسعى إلى عقد جمعيته العمومية العادية في شهر أكتوبر القادم على اساس لائحته الخاصه مش على اساس تحريف. يعني النادي الاهلي نادي كبير، وقالوا كفايه ان احنا عقدنا جمعيه عموميه على اللائحه الاسترشاديه اللي تمت فيها الانتخابات، وبالتالي ان الاوان ان النادي الاهلي يكون عنده اللائحه الخاصه بي. اللائحه ان شاء الله استاذ ابراهيم ستطرح من اليوم، يعني في منتصف اليوم كده، لتكون في متناول الجميع. هنرسلها بوسائل كل وسائل التواصل الاجتماعي، المواقع الإعلامية، الصحف، الإنترنت، الجرائد، المواقع الإلكترونية، لحضراتكم علشان الكل يشارك معنا في حوار مجتمعي خصوصا أبناء النادي الأهلي بشأن بنود هذه اللائحة. وطبعا هي قابلة في التعديل، للإضافة، للحذف، لتلقي مقترحات أبناء الأهلي بخصوصها، وصولا إلى الصيغة المثلى قبل 28 سبتمبر اللي هيتم التصويت عليها بإذن الله. طيب ده شيء عظيم. من ضمن الحاجات اللي أنا قريتها برضو، استناد العديد من الملفات الهامة لعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ده بناء على قرارات المجلس ليتم الانتهاء منها خلال الفترة اللي جاية. فقريت أنا الملف الأولاني اللي هو تسويق فرع التجمع، وده مفهوم، ووقفت عند الملف الثاني والملف الثالث. الملف الثاني اللي هو توثيق تاريخ النادي الأهلي، يعني إيه؟ رقم 3 إنشاء متحف النادي الأهلي، ده محتاجين تفاصيل كتير قوي عنه. اتفضل يا فندم. تمام. حضرتك تعلم استاذ ابراهيم انه مجلس الاداره الحقيقه بيضم مجموعه من الكفاءات المتناغمه والمتميزه من ابناء النادي الاهلي. صحيح جرى العرف انه مجلس الاداره بيكون عنده اجنده او جدول اعمال يتم اعدادها الحقيقه من خلال المكتب التنفيذي اللي هو العقل المدبر يعني او مطبخ النادي الاهلي مع الاداره التنفيذيه. المكتب التنفيذي طبعا بيتولاه الاستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي. ولو تأذن لي بس استاذ ابراهيم يعني نقول له الحمد لله على السلامه. استاذ عندي كان في رحله علاج مع ابنه في المانيا. الف سلامه. وصل امبارح الحقيقه، بنقول له الف سلامه على سلامه ابراهيم، والحمد لله على سلامتك يعني وعوده يعني حميده لارض الوطن. فالاستاذ العامري الحقيقه مع مجموعه من الساده اعضاء مجلس الاداره بيمثلوا المكتب التنفيذي مع العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، هم المطبخ اللي بيعرضوا على الكابتن محمود الخطيب كل ما يتعلق بامور تسيير النادي. لان الحقيقه اللي الناس ما تعرفش انه النادي الاهلي مؤسسه ضخمه، انت بتتكلم عن 150 الف عضو، يعني ما يقرب اسره ما يقرب من 600 الف عضو،
بنتكلم عما يزيد او ما يقترب من 15,000 عضو رياضي بيمارسوا اكثر من 20 لعبه في النادي، ومش مجرد لعبات للهواه، لا بنتكلم عن بطل اولمبي، عن لعيبه محترفين، عن فرق جماعيه، عن بطولات الحياه في مجال اللعبات الفرديه، بتتكلم عن تسويق، عن شركه للانتاج الاعلامي، بتتكلم عن شركه لانتاج كره القدم ان شاء الله يتم اعدادها بعد اللائحه ما تنتهي. فالمؤسسه يعني الحقيقه بتحتاج الى جهد جهيد، وده اللي الكابتن محمود الخطيب عامله الحقيقه، ان الراجل متفرغ، سايب بيته، سايب اسرته، سايب شغله الخاص وحياته، وكل يوم من 9 الصبح في النادي في غرفه مجلس الاداره، اجتماعات متواليه مع القطاعات المختلفه للوصول بالنادي الى افضل صيغه ولافضل طريقه، والنهوض فيه ووضعه فعلا في مصاف الانديه العالميه. صحيح. طيب مجلس الاداره الحقيقه بتعرف ان كل واحد شديد التميز او التخصص في مجالنا، علشان تسهيل العمل وضمان انجازه بسرعه وبيسر وبدقه، ايضا تقرر توزيع هذه الملفات بالاضافه لعملهم الجماعي داخل مجلس الاداره، بحيث ان كل عضو متميز في جانب يختار ملف يشتغل عليه ويكون مسؤول عنه مسؤوليه كامله امام الكابتن الخطيب وامام مجلس الاداره. كويس كويس. ففكره توثيق تاريخ النادي، انت عارف احنا بنتكلم من 1907، في حاجات كتير ناقصه، هتكون هيكون في عضو مجلس اداره مع لجنه مسؤوله عن جمع كل ما يخص النادي الاهلي من لحظه انشائه لما كان غرفه صغيره ايام عمر بيه لطفي، وصولا الى الكابتن محمود الخطيب، بطولاته بقى وتاريخه ورموزه وكل البطولات اللي شارك فيها والبطولات اللي فاز فيها وكمان النشاط الاجتماعي. هيوثق في ايه؟ هيوثق في ايه؟ في مجلد؟ هيكون موثق في مجلد، وكمان في افلام تذكاريه تشتغل فيها القناه، بحيث ان انت يكون عندك منتج محترم موجود على وسائط اعلاميه مختلفه يحفظ بيه تاريخ النادي الاهلي، وتحفظ بيه تاريخ النادي. طيب. وقيس على كده فكره المتحف النادي الاهلي النهارده. فين بقى المتحف؟ هيتعمل فين؟ يعني المتحف يعني هيتم العمل عليه وتجميع مقتنياته في المقر الرئيسي في الجزيره، انت عارف ان احنا عندنا مدرجات جديده في ملعب استاد التتش، حتى يتم بناء الاستاد اللي بنحلم به ان شاء الله، وينتقل المتحف فيه ليكون مزار لكل جماهير كره القدم في مصر وحتى السياح على غرار الانديه الكبرى زي برشلونه وريال مدريد، وحضرتك سافرت وشفت يعني هذه التجارب وهذه النماذج، يعني حاجه تليق بالنادي الاهلي ان شاء الله. ايضا هيبقى في حد زي المهندس خالد مرتضى مسؤول عن ملف التعاون مع المؤسسات الرياضيه العالميه، انت عايز تطلع على تجارب الاخرين وتستفيد منها، ويكون في نوع من العلاقات المشتركه. فكره الاكاديميات في الحقيقه بيجي لنا طلبات من دول افريقيه شقيقه وعزيزه علينا بتطالب بان النادي الاهلي يفتح اكاديميات في النادي الذي جاد في هذا الامر، وده حتى بياتي في اطار توجه الدوله المصريه مع الانفتاح عن القاره الافريقيه اللي هي بتمثل عمق لينا وفي اطار علاقات متميزه بتربطنا بالاشقاء الافارقه. النادي الاهلي الحقيقه بيعتبر انه عنده دور اقتصادي وسياسي واجتماعي كبير جدا، وليس فقط مجرد مؤسسه رياضيه داخل مصر يعني. والحقيقه هو ده اللي دايما معودنا عليه النادي الاهلي، دايما في تفوق ودايما في اسبقيه ودايما في نجاح. وبشكرك طبعا، شكرا جزيلا استاذ شريف، وصباحك زي الفل. بشكرك شكرا. انا اللي بشكرك وتحياتي ليك، وسعيد بسمع صوتك النهارده. بشكرك شكرا جزيلا. بشكرك شكرا جزيلا استاذ شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس اداره النادي الاهلي، وتفاصيل كتيره جدا جدا ما هياش جديده على النادي الاهلي، انه دايما بيفكر في كل الاتجاهات، ما هياش جديده على النادي الاهلي ابدا انه بيفكر ازاي يوثق تاريخه ويحافظ عليه عشان الجيل من بعد جيل يستلم تاريخ النادي الاهلي وما يلاقيش حاجه تايها منه، ما فيش معلومة يلاقيها مش موجودة. وكمان عجبني موضوع المتحف، كانت عمل قبل كده وتشال، عظيم المرة دي انه يتعمل في المدرجات الجديدة بتاعت مختار التتش.